يعني الكرات الثابته الهجوميه للنادي الاهلي مهمه جدا، وايضا الكرات الدفاعيه اللي بتكون على النادي الاهلي. ما فيش شك طبعا، الكور الثابته من الحاجات المهمه جدا في كره القدم الحقيقه، واحنا عندنا الحقيقه امكانيات، النادي الاهلي مميز فيها كمان، عندنا امكانيات رائعه بالنسبه لانك ازاي تعمل كره ثابته، وازاي مش هقول لك التركات الصعبه قوي، لكن استخدام مهارات اللعيبه المتواجده او استغلال امكانيات اللعيبه المتواجده عندنا. رامي ربيع بيلعب بدماغه بشكل كويس جدا، عطيه الله بيقدر يطلع الكروس بشكل كويس، عمليه التايمنج هي المهمه في الكرات الثابته، مش التايمنج حتى للي بيتحرك، هو اللي بيتحرك ده متوقف التايمنج بتاعه على الراجل اللي بيسدد. فالجزئيه دي مهمه جدا، حتى في التدريب ما بيكونش الموضوع ان انا العب الكره بس، لا، الموضوع التايمنج اللي الراجل بيحط فيها رجله، والراجل اللي بيعمل الكروس بيعمل عارف يعمل الكروس فين، صح. والتحرك ان تايم كمان بيكون فين. اللي كان مميز جدا دي ثنائيه علي معلول وعبد المنعم. الناس بتقول اصل بيعملوها حلو قوي، الموضوع ده عايز تدريب كتير جدا، صح. جدا انك عبد المنعم يخطف الكوره من الاولى في الوقت ان الكوره بتوصل بالقوه ديت وبالارتفاع ده بيوجهها كمان، ان علي معلول التايم بتاعه مع عبد المنعم انه يحط الكوره، انا خلي بالك اصعب حاجه انك تحط الكوره على القريبه في تايمنج كويس، انا سهل جدا احط الكوره على البعيده، سهل جدا احط الكوره كروس وخلاص، كروس وخلاص، فهي الجزء التايمنج المهم جدا ما كان ما بين علي معلول وعبد المنعم، ان الاثنين حافظين كويس قوي بعض في التايمنج، وان الكره بتوصل له في الوقت المناسب، لو اتاخرت شويه او جت بدري شويه الكره دي مش هتنفذ. فعندنا رامي ربيعه بينفذ الضربات الراس بشكل اكتر من رائع، عندنا عطيه الله بيعمل الكروس بشكل اكتر من رائع، عندنا كمان الجزئيه المهمه جدا ان انت بتستغل حتى الناس اللي بتسدد، يعني الكره الثانيه لما تطلع على ال 18 لازم يكون في تسديد، انهاء الهجمه بشكل افضل ان شاء الله، وده مهم، نقطه مهمه جدا انك بتنهي الهجمه بشكل افضل من المباراه اللي فاتت امام الاتحاد السكندري.